سيبون مرحبا بكم. اليوم معنا سامحونا على الرتار شوية ما عارفوا مش مشكلة ما نطولش عليكم واحد كل شيء خلي باش نعطي كلمة لخويا كريم. رحب رحب باللي جاونا من تونس ميرسي بوكو نعرفوا سنية بعيدة شوية ما راح حد. رحب بجوهرة فاهم زادة معنا مرحبا بكم كيف كيف نرجو زادة نشكروها اللي قصرتش معنا من الراديو غادي كل شيء. ما نطولش عليكم نعطي كلمة لكريم. سناشي السكرتير العام لجمعية المدنيين التونسيين جاء ناشط اليوم. السلام عليكم الكل، مرحبا بكم الكل. بالطبيعة نشكروا في الأول جي سي قلعة كبيرة اللي منحت لنا فرصة بور سيكسبريمي إي بور بالطبيعة باش نوسعوا لو ترافاي دو بلوغيك. معناتها الحكايه نتاع الكرياسيون دو بلوغ عندها قيمه كبيره ياسر في الوضع التونسي ولا في المجتمع التونسي كما في العالم الكل. سيتي ريفولوسيون اللي احنا الكل نواكبوا فيها. دونك اون دون لا شونس ا تولي جون في الكامل الجمهوريه الكل باش كما نقولوا احنا يعطيوا اضافه من عندهم باش يغيروا اللي نجموا يغيروه. وهذه سي اون اوكازيون يونيك اللي بالطبيعه كل واحد معناتها يلقى الفرصة أنه باش يكتب ولا باش يعبر على رأيه. هذه فرصة أنه باش معناتها يظهر مواهبه كسوا في الكلام ولا في التصوير ولا في الغناء ولا في الفيديو ولا في أي نشاط كان. فوالا جو رومارسي تو الموند بور فوتر بريزونس. نشكركم الكل وأنا سعيد أن نكون بيناتكم وإن شاء الله ننجحوا في لا كرياسيون دو بلوس دو بلوك بوسيبل. فوالا
يعني توا رابيد بون توا شكون ما عنده مجتمع على اللغه الفرنسيه؟ مجتمع على اللغه الفرنسيه كنت مسافر مجتمع على اللغه الفرنسيه انا بشكل سبايد هو بالسوق شكل عربي تقديم المرشات مرشات التدوين كلها تلانس اول مره تعمل في 27 جويليه 2011 تعمل في القهوه قهوه حمراء في تونس مش مهم القهوه مهم الفكره السيسيون تعملوا بنقطه تعملوا عملنا في تونس دو زوان صياده نزرت واليوم قلعه كبيره سوريا الزهره وكيف صوت مرات بيت الهدف وراء مش نعرف اول حاجه المدونات ونعاونوا زاد الدرون مش حلو مش حلو المدونات نروحهم كيف انا دبرتي كل الريسوسيو تويتر حاجه اخرى بيت نذكر اللي ورشات مفتوحه التدوين راهي مبادره مستقله نتاع مدونين معينين معناها نتاع توا دفع الجمعيه مؤخرا معناها ما عندنا حتى انتماء لا سياسي ولا حزبي لا حتى شيء معناها مستقليه على الاخر باش معناها مدونه قبل ما نتعدى الحكي هذه شكون يجاوب على السؤال هذا؟ شنو معناها مدونة؟ سي كوا ان بلوك؟ سي كوا ان بلوك؟ شكون عنده شكون يعرف معناها مدونة؟ شكون شاف مرافقين المدونة برا زارك؟ ها؟ كلكم شفتوا؟ انت شفت؟ كيفاش عرفت اللي مدونة؟ لا دونك عطيني الديفينيسيون تاعك لا كل فيسبوك بقول لك مدونة هكا معناها هكا دخلتها ها؟ باهي ثم حاجة في تونس ثم عندنا 90% كيما برشا تصدق انا برشا تصدق كل 90% وانت طالع من الناس يعملوا تخلط ما بين موقع ويب ما بين الريزو سوسيال ما بين الشبكه الاجتماعيه وما بين مدونه معناها على الاخر توا باش نتعداو للديفينيسيون راحت المدونه اول حاجه انا كاستيون تاعنا كاستيون شغاله كونت فيسبوك كونت كونت فيسبوك باش شكون عنده كونت شكون عنده ايميل بس ايميل سيتي تيس خاطر عملنا برشا مرات سيتي تيس هكا كي فونكسيون صافي انا كنت نطلب البيت اقرا باهي شكون عنده كمبيوتر اكتيف 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 باهي سي بيان هاي برشا شكون عنده انستغرام انستغرام باهي شكون عنده كونت فليكر باهي شكون عنده لينكدين كونت لينكدين زين تكون عنده يكون عنده شو عنده شانل يوتيوب شانل يوتيوب اكتيف مش حاط مش حاط في كل افلام شانل يوتيوب يسمع الحاجات تاعو حط فيديو وكل شيء تاع الفيديو زين بس
Let's come first place. أول حاجة أول حاجة يجيك واحد ولا يقول لك راني أنا مدون هكا ولا برشا منهم تطلب منهم أول حاجة تسأل السؤال رقم واحد قول له شو الأدريس نتاع المدونة نتاعك مدونة هي كما تكون قاعدة إسباس إسباس دي بي نتاع التعبير صحيح لكن المدونة عندها أدريس ويب واضحة لكن يقول لك أنا مدون على فيسبوك راهو داخل في حيط واش مدون خسر الحكاية مدون هو إنسان يدون في مدونة أنا حاجة أخرى يقول لك عندي باج فيسبوك راهو حكاية حولة على الأخر دونك ديفينيسيون تاع بلوك البلوك اللي هو جدمون بين ويب بلوك كان يبور مونغلي إت أن سيت بيرسونيل dans lequel un ou plusieurs auteurs publient au fil du temps des articles, aussi appelés post-UBI, organisés en quatre catégories et affichés dans l'ordre chronologique inverse, les visiteurs du blog peuvent ensuite commenter le contenu des articles. Quoi, allez, mon daoul, il n'y a pas l'air, les articles, je suis par ordre chronologique, l'article, je dis, nous faut, l'autre, il ومنظم منظم في الكاتيجوري والعباد كيفاش باش يعمل دي كومونتير. Le blog est par essence individuel. À l'inverse des forums où chaque auteur est mis sur un pied d'égalité par rapport à la publication aujourd'hui, le blog permet à l'utilisateur, l'auteur aussi appelé blogueur ou blogueur, de présenter ses idées au reste du monde. Il arrive cependant que plusieurs auteurs se regroupent pour publier des articles autour d'un même thème ou d'un blog commun. شبكات الشبكات الاخرى على عكس مثلا لي فوروم ولا فيسبوك المستعمل بلوغر بلوغر هو السيد هو اللي يعمل يصنع كونتوني ويحطه ساعات تلقى مدونه فيها برشا من الناس مشاركين معاها باغ اكزومبل اكثر مدونه معروفه في الحكايه هذه نواه نواه على باز كانت مدونه تشاركيه فيها نحن باش ونسك بس بس كنو كنو فيه بس من الناس ما فيهاش واحد بك على لي سوري دو بلوغ تاريخ على التبريد تونس شكون فيكم يعرف حسين بن عامر حسين بن عامر باهي شكون فيك اللي يعرف عزيز امامي؟ شكون فيك اللي يعرف عزيز امامي؟ شكون فيك اللي يعرف ياسين عيالي؟ شكون فيك اللي يعرف ياسين عمامي؟ ليك الناس فوالا بون هذوما سو ديزومبل تاع الناس تاع دي بلوكر نفسكم على الاستقبال اول البلوغ توانسا طلعوا في 2001 مع البلوغ معناها توانسا كنا الناس السباقين الاولين في العالم في حكايه البلوغ نزار سبيشال في الحق انا فور اكزومبل المصيب العامل اللي هو البلاغ تاع البلوغ الانجليزي هو اول بلوغ فرانكوفون في السوري في كندا انا حاجه ترى برشا البلوغ سفير اللي هي واحد سباس تاع الدولات بدا يكبر في 2003 وكنا في 2003 باغ اكزومبل كنا بغالي 15 بلوغ توانسه بعد العام الاخر كبرنا شويه مع 2005 بوم ولات فرنسا تخبري كود البيت ولاو وصلنا قبل وصلنا معناها بغالي 2010 كانت 400 بلوغ 450 blogs, non, je voyais, mais ils avaient un effet énorme déjà. Quand j'ai dans le film, les blogs sont perçus comme un média alternatif qui va au-delà du journalisme. Après la chute de l'ancien régime et l'abolition de la censure, les blogs ne sont plus
على الانترنت. سينو انت في الانترنت تحصل شغل. كان ما عندكش امبلوي ولا تشغيل يوتيوب ولا حاجه ولا تعمل حاجه. انا شو انت كانسان متعلم قاري وعندك وعندك بي سي وعندك مرات كتير مش عارف ايه مش عارف بقى ممكن تروح تاخد بس لايك وتفوق. عمل ستيل كامل بس عمل لايك وتفوق. ساعات تعبان يدخل في دي الستيل قبل ما تعبان. سان جاشي جنو انا جاشي جنو بتاع الصوص. توا شوف 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 فرق بين الامبلوك وبين فيسبوك.